النقاش. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف ما بين 14 إلى 22 تريليون دولار من القيمة سنويا للاقتصاد العالمي بحسب دراسة صدرت مؤخرا عن شركة ماكنزي، رقم يعادل الحجم الحالي للاقتصاد الأمريكي. التقدم الهائل الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي تجلى مؤخرا في ظهور طفرة هائلة من التطبيقات والبرامج والروبوتات التي تعتمد عليه في تسيير شؤون العمل، ما أثار قلق العمال والموظفين من إمكانية استبدال قوتهم لصالح هذه الأنظمة. وإضراب ممثلي هوليوود أظهر أن هذه المخاوف حقيقية ويتأثر بها الملايين من حول العالم. يشبه البعض ما يحدث اليوم للاقتصاد العالمي بثورة الإنترنت في مطلع الألفية السابقة، وهذا موضوع عالجته دراسة صدرت مؤخرا عن معهد MIT. تفيد الدراسة أن ثورة الإنترنت خلقت العديد من الأدوار الوظيفية الجديدة، ولكن عوائدها ذهبت إلى عدد قليل من الأثرياء، كما تباطأت المكاسب الإنتاجية التي كانت في الماضي موضع ترحيب في العديد من الاقتصادات. فهل ستقود ثورة الذكاء الاصطناعي إلى الاتجاه نفسه؟